فالامثله بقى اللي انا كنت احب اديها على الجزء دوت، يعني دي حاجات ممكن برضو ان احنا نقدر نبص عليها في الميديكال اكويبمنت، او يعني زي ما هشرحها بعد كده في الجزء دوت. بيسكلي واحده من الحاجات اللي احنا لو بصينا على الكتالوج بتاع المكنه نفسها، السبيسيفيكيشنز بتاع المكنه، نقدر نلاقيها. فعلى سبيل المثال لو انا عندي 1.5 تسلا ام ار اي، اوكي، السيجنال فريكوانسي بتاعه الام ار اي في الحاله دي بتبقى يعني فاريشنز اراوند 64 ميجا هرتز. وفي نفس الوقت هنلاقي ان احنا لما بنبص على المواصفات بتاعه السامبلنج، يعني اي تو دي اللي موجود عندي او الانالوج ديجيتال كونفرتر الموجود عندي في المكن بتاع الام ار اي، هلاقي ان هو حوالي 1 ميجا هرتز، وده طبعا اقل بكتير جدا جدا من 64. او 64 لو انا بتكلم 64 في 2 هتبقى 128، رقم كبير جدا يعني. هنا بتكلم على 1 ميجا هرتز، حاجه اقل بكتير جدا منها، وفي نفس الوقت دي ماتش مور يعني افيشنت عن النايكوس فريكونسي بتاعتي، وفي نفس الوقت شغاله وما فيهاش اي مشكله خالص. الكونتنت بتاع السيجنال بتاعتي اللي هي بتبقى ديفنتلي اقل من كده بقدر اجيبها بمنتهى الفايدلتي، ما بيبقاش فيها اي ايرورز خالص. نفس الكلام الحقيقه بنلاقيه بس بشكل مختلف شويه في البالس ويف دوبلر الترا ساوند. احنا عاده بيبقى السنتر فريكوانسي بتاعنا في الالترا ساوند يعني ممكن من 5 ل 10، ده الموست كومن، ممكن يبقى اكبر من كده مثلا 15 ولا حاجه، ممكن يبقى اقل من كده يبقى 3.5، بس انا بتكلم على حاجه سي 10 ميجا هرتز. كويس، لو بتكلم على الدوبلر شيفت بتاعي بنتكلم على ان هو حوالي فيو كيلو هرتز، يعني ببقى عاده ما ابص على الفريكوانسي رينج اللي حوالين ال 10 ميجا دي بلاقي فيو كيلو هرتز بس. لما انا باجي بعمل سامبلنج في البالس ويف دوبلر بالصدفه كده، يعني لقينا ليميتيشن عندنا في الفيزيكس، عشان احنا بنضطر اكواير كل سامبل من دول عن طريق ان احنا نخش نجيب حاجه من جوه بالبالس ايكو يعني، ففي مسافه لازم امشيها، الالترا ساوند لازم تمشيها، لازم ترجعها، فبيسك السامبلنج بتاعنا ليميتد بالفيزيكس. اوكي، وبيسكلي بنتكلم ان هو بيبقى حاجه في حدود من 5 ل 10 حسب الدبث بتاعي بيساوي كام، بيعتمد على الدبث تماما يعني. ف يعني رغم ان ده شكله اقل بكتير جدا من يعني ال 10 ميجا اللي هي السيجنال فريكوانسي بتاعتي، الا ان انا برضو بقدر اجيب منها كل اللي انا محتاجه، بقدر احسب الدوبلر سيجنال بتاعتي بشكل دقيق، واقدر ان انا اطلع منها المعلومات اللي انا عايزها من غير ما يكون في اي ايرور. فالتو ابلكيشنز دول بيوروا لنا اهميه ان احنا بناخد الباندويت بتاعنا بدل الكارير فريكوانسي في الاعتبار ساعه ما بنعمل سامبلنج. لو احنا ما كناش بنعمل كده كان هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا، على الاقل في الباس ويف دوبلر الترا ساوند كان هنلاقي ان احنا ما نقدرش اصلا ان احنا نطلع المعلومه، لان احنا ما نقدرش من الفيزيكس ان احنا نزيد عن كده. اوكي، في الام ار اي اوكي احنا ممكن ان احنا نعمل سامبلنج بفريكوانسي اعلى بكتير، بس تيل ده مش هيبقى افيشنت، هيبقى عندي مثلا ريت اوف داتا بتاعي ضخم جدا، وفي الوقت نفسه انا اكشوالي مش محتاج منه حقيقه غير الريت القليل خالص ده.